السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بخير وبصحة وسعادة وراحة بال. فيديو النهارده فيديو مميز قوي. بتشتكي ليه يا حبيبتي من البرد؟ بتشتكي ليه من ضعف الطيور؟ مش قادرة طيورك تمشي، طب ايه السبب؟ ريحي زي دي كده؟ لا بعد الشر، مفيش حاجة عندي مريحة. عايز اقول لك على حاجة، بس قبل ما اقول لك، اللي ما اشتركش في قناتي يشترك وتشجعوني ان شاء الله. ويلا بقى نشوف هنعمل ايه النهارده. بص، اللي كانت راقدة مريحة جت اهي اتحركت عشان تاكل الكلسم بتاعي. ايه يا بنتي يا بطة بقى الموضوع النهارده؟ الموضوع ان في ناس عندها بتقول ان الطيور عندها نقص فيتامين ونقص كالسيوم، والطيور مش قادره تمشي، والطيور جالها برد، والطيور والطيور والطيور. ليه ياما؟ شوفي فيديوهات بطه وباذن الله مش هتشتكي من اي حاجه، وهديكي اقوى فيتامين للطيور بتاعتك. بالصلاه على النبي كده، نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تحل علينا البركه والرزق والسعاده ان شاء الله. عايزه اقول لك ان في فيتامينات برخص الطرق، الكيلو ب2 جنيه و3 جنيه حاجه كده من عند الراجل. انا راجل بقى هنقول عليه دلوقتي، بس عايزه اقول لك ان انت بتهملي في طيورك وتقعدي تجيبي دواء، والدواء ساعات ما بيعملش نتيجه. مفيش احسن من الحاجات الطبيعيه المغذيه المقويه اللي فيها فيتامينات عاليه جدا للطيور بتاعتك. انت نفسك ربنا قالك عليها وخلقها لك ليك انت، ما بالك انت لما تحطيها للطيور. ايه بقى يا بنتي يا بطه، انت وش قوي قوي. اقول لك ان انا وش، بصي بقى، فيتامين سي، اضرب فيتامين سي في الخل ده يا حبيبتي. برتقال، البرتقال لما تجيبيه تعبان زي كده، بصي دبلانه شويه بس اهي اهي، ايش المشكله لما تبقى دبلانه شويه كده؟ اروح اجيب الكيلو الدبلان ده ب2 جنيه 3 جنيه، ب2 جنيه تحلي ازمتك كلها. تضربيه في الخلاط مع حب الجزر، يبقى اديتي فيتامينات واديتي مقويات واديتي مضاد حيوي، ودلعي بقى، دلعي دلعي وربي واتبسطي، وهتشوفي بقى الخير هيملى بيتك ازاي. يعني يا بطه الفايده. واوعي تعصري تضربي البرتقال في الخلاط وتقومي مصفياه. ليه يا بنتي يا بطه؟ لاني انا يا حبيبتي بحطه كده على الشعير. بصي، جزر، فيتامين، مقويات، مضاد حيوي، جزر على شعير على برتقال، مضاد حيوي. ياما حبيبتي القشر يا جماعه في فايده اكبر مما تتخيل. عليهم بقى حبه قمح. طب ليه يا بنتي يا بطه بتنقعي القمح؟ هقول لك يا اختي، اولا الكيلو بيزيد بيبقى كيلو ونص. ليه بقى وكيلو ونص واتنين كيلو كل ما تزودي المده؟ لان الحبايه بالصلاه على النبي، بصي بقت عامله ازاي، بتشرب ميه فبتزيد، فاكل طيوري وبسطه. زائد كمان مش كده بس، السبب ان كمان ان الحاجه لما بتنقعيها بتساعد الطير على الهضم بسرعه، وبالحاله دي ياكل بسرعه على لقمتين عيش بقى. يا زلابيا الصلاه على النبي، واديها واكلي طيورك وبسطي ولادك، والوصفه دي هتغذيهم لك وتكبرهم لك اوبا بسرعه جدا، مع بقى قشر البطيخ. وانتوا عارفين قشر البطيخ لا يمكن ارميه ابدا، الفايده عموما الفيتامينات كلها في القشر. ايه رايك بقى في الوصفه الجميله دي؟ عايزه اقول لك على حاجه، الخير موجود في حياتنا بس احنا مش عارفين نوصله صح. الحاجات رخيصه، لما تجيبي مثلا برتقانويه زي دي كده دبلانه ب2 جنيه تجيبي كيلو، الدبلان اخر النهار الراجل بيبيع لك بالكبشه. لما تجيبي منه كده وتضربي في الخلاط، يبقى اديتي فيتامين واديتي مقويات واديتي مضاد حيوي واديتي كل حاجه. لما تجيبي الجزر نفس القصه، في فيتامينات عاليه جدا جدا جدا. يا اختي ده احنا زمان اتربينا في المدرسه الجزر بيقوي النظر، بالك انت يعني مقوي جدا جدا.
للطيور للبني ادمين، بالك انت بقى للطيور يا عسل. فعايزه اقول لك تابعي فيديوهات بطه، مش هتحملي هم اي حاجه، وهتاكلي طيورك وتبسطيها، وربنا يا رب يسعد ايامنا جميعا. وبالصلاه على النبي كده، اسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.